السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غلط شغلة موجودة؟ شخصا. والله. وين وياكم؟ وياك. سيواز. تفضل. حضراتكم مغتربين؟ اي نعم. هذا غرفة 101 الطابق الأول. شكرا. ما بقى وقت، صار لازم نبلش تصوير. هلا شنو راح نسوي؟ أنا لاحظت إنه هاي أكو أشياء حلوة ببغداد لازم إحنا نركز عليها، يعني لازم نطلع جمال بغداد. هذا الشيء لازم يكون هو موضوع فيلمي. أنت شنو حيكون موضوعك؟ هو شنو الحلو ببغداد حتى تطلع؟ موضوع فيلمك شنو؟ أنا راح أجمع رشز. رشز عن شنو؟ بغداد قبل 2003. قصدك حصار؟ أمان. أمان، يعني قبل 2003 كان أمان. أكيد. اذا احنا بهاي الحاله كل واحد راح يشتغل بجهه وبالاخير نشوف. ماشي. اوكي. يا اهلا وسهلا، تفضل. حبيبي يا مرحبا. انا مغترب ودا اسوي فيلم عن بغداد ومحتاج ارشيف قبل 2003. والله هي سهله اذا عندنا موجود نتعاون وياك، بس انت تعرف كل شيء بحساب. اي طبعا، كن ممنون. سهله. Thank you.
بغداد ما حلوه لك صور المشاهد خبله ان شاء الله من نرجع للفندق راوي فيها. انا هسه بس عندي كم سيارة راح اكمله ان شاء الله ارجع. صدق؟ خنشوف بالاخير. شنو الصوت؟ حاتم حاتم حاتم